ينتشر مرض استوائي نادر فيروس زيكا انتشارا سريعا في أجزاء من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. في أذار مارس 2015 ظهر فيروس زيكا لأول مرة في البرازيل وأصاب أكثر من 1,000,000 شخص. واستجابت وكالة الطاقة الذرية ومنظمة الأغذية والزراعة استجابة سريعة لأزمة زيكا. فتعاونت هذه الوكالتان الأمميتان لتقديم تكنولوجيا نووية تمكن من التحكم بالوباء من خلال القضاء على خصوبة ذكور البعوض باستخدام تقنية إشعاعية. ومؤخراً اجتمع نخبة من العلماء من كافة أنحاء العالم في البرازيل لفحص فعالية هذه التقنية، واستخلصوا أن تقنية ست هي تقنية فعالة ومأمونة وغير مضرة بالبيئة في مكافحة وباء زيكا. اخترعت هذه التقنية البسيطة في ثلاثينيات القرن الماضي، وترتكز على جمع البعوض في مختبر بأعداد كبيرة ومن ثم تعقيم ذكورها باستخدام أشعتي جاما أو إكس. ولتنجح هذه التقنية يتوجب إطلاق ذكور البعوض العقيم لأشهر عدة، بما يكفل زيادة عددها عن الذكور غير العقيمة. What is going to happen is that the sterile males are going to seek out the virgin females. They're going to mate, but there's going to be no offspring. So there's going to be reduced population replacement, and you will see that after a while the target population is going to go down. وفي مختبر وكالة الطاقة الذرية للتحكم بالأوبئة التي تنقلها الحشرات في سيربدوف في النمسا، لم يفتأ علماء الحشرات يطورون هذه التقنية طوال 50 سنة الماضية، واستخدمت بالفعل في 25 بلداً وبخاصة لمكافحة أوبئة تنقلها ذبابة الفاكهة وذبابة تيسبسي. ويطور الخبراء الآن تقنيات لجمع البعوض بأعداد كبيرة ونقلها إلى البلدان المتأثرة بزيكا لمساعدتها في إدخال تقنية ست في برامجها. يحتفظون هنا بأكثر من 100,000 بعوض من 3 أنواع، ويصب التركيز على البعوض المسمى إيديس إيجيبتي المتسبب في انتشار زيكا. What we have seen in the past is that Aedes aegypti control with conventional control tools has not been very successful. So we consider this as one additional new tool that could be used to integrate with the conventional methods. ابتكر العلماء بيئة جديدة لدورة حياة البعوض، ابتداء من مرحلة البيضة وانتهاء بالبلوغ. تعيش هذه الحشرات وتتغذى وتتزاوج في أقفاص كبيرة مصممة تصميماً خاصاً. وقدرت البحوث الشاملة المقدار المناسب من الأشعة المستخدمة لتعقيم حشرة البعوض بدون الإضرار بها أو بقدرتها على التزاوج. ولتقديم مساعدة للبلدان في التصدي لفيروس زيكا، تتيح وكالة الطاقة الذرية أجهزة محمولة لاكتشاف الفيروس بسرعة، ويجري إعداد برنامج تدريب للعلماء من البلدان المتأثرة بزيكا لاستخدام هذا النظام. ويمكن لتقنية ست عند استخدامها استخداماً كلياً إلى جانب الأساليب الأخرى للمكافحة مساعدة البلدان على تقليل أعداد البعوض، ومن ثم التعامل بشكل أفضل مع الأمراض التي تنشرها هذه الكائنات الصغيرة والقاتلة. أعدت هذا التقرير للأمم المتحدة لويس باترسون.